خوتي اخواتي السلام عليكم. حيت نتوما وانا والاخرين وداك وهداك غابر علينا بزاف ديال القضايا وبزاف ديال المواضيع ديال تاريخ المغرب. زعما حنا كمغاربه متبعين فقط غير القشور وغير التاريخ الرسمي وغابر علينا بزاف ديال الحوايج. اليوم غادي نقدموا حكايه على خطه بريطانيا وكيفاش حاولت تسيطر على القطن ديال المغرب، وهي حكايه خاص الانتباه لها بزاف نظرا للابعاد الخطيره ديالها. بريطانيا دوله كبيره وقويه ودوله ديال الاستعمار، مثلت المغرب جوج ديال العفاريت في السياسه، هما من نفس العائله، دريموند الاب وسميتو ادوارد والابن سميتو جون، وبجوجهم مسخط الوالدين كيقراو الحاجه في السماء. بقاو في المغرب ما بين 1829 و 1882 ما يقارب 52 عام، كيهضروا العربيه والدارجه والشلحه ومخلطين الدعاوي. الخطة كانت سهلة وواعرة ومدروسة وطريقة جهنمية، وهي إصلاح الفلاحة المغربية، ولكن خاص يكون منها منتوجات محتاجها بريطانيا، منها قصب السكر والقطن. ولأن الحرب الأهلية في الأمريكان عام 1861 وقفت استيراد القطن من ثم، وخاص تعوض بريطانيا بشي دول تكون قريبة لها. من طبيعة الحال مصر التي تمت السيطرة عليها من قبل بريطانيا عام 1881، وبقى المغرب قالوا احسن فكره نغيروه من الداخل. ومن هنايا بدات الخطه، نقولوا لهم خاصكم تصلحوا الفلاحه ديالكم، راها فلاحه تقليديه وخاصها تكون فلاحه عصريه. بدايه الخطه بدات مع توقيع المغرب لمعاهده تجاريه عام 1856، واحد الخطه شاركت فيها بزاف ديال عباد الله وبزاف ديال المؤسسات وبزاف ديال الدول باش تعطي النتيجه والاكل ديالها في نهايه المطاف. حاولت وزارة الخارجية البريطانية إقناع المغرب بأهمية زراعة القطن، وكانت خطة تدريجية وبشوية ولكن كانت ملحاحة. في طنجة تم إرسال وزرع بذور القطن بالنواحي وإرسال كتب لتقنية زراعة القطن بالعربية وبالدارجة وبالفرنسوية وفيها حتى الرسوم، وراسلت كل النواب الإنجليز بمختلف الموانئ المغربية للقيام بعملية تجريبية، وبعد ذلك يعطيو للسفير جون دريموند هاي ارقام الكلفه. حتى لهنا الخطه راها ناجحه. الفكره ديال جون دريموند هاي ان منتوج القطن غالي وغادي يدخل الدوله المغربيه بزاف ديال المداخل الاضافيه، وغادي ينوع الفلاحه المغربيه ديالو وغادي يصدرو على برا، وغادي يراسل السلطان جوج ديال الرسائل في نفس العام 1861 بأهمية إصلاح الفلاحة في المغرب. زعما كتهمو الفلاحة والشعب المغربي، شوفوا القوالب ديال المستعمر وديال السياسة. وقال لي خاصو يعمل قوانين ديال الاستثمار الفلاحي كصناعة الحرير عبر دودة القز وغرس التوت والقصب الحلو أي قصب السكر. وداخ على السلطان ورسل الصدر أعظم طيب باليماني بنفس الهضرة وحاول يقنعو بنفس الكلام، ويدور المخزن من جنابه، واقترح الاتيان بفلاحة مصري لأنهم مسلمين يقنعوا يمكن يشرحوا للمغاربة كيفية زراعة القطن وكيتكلموا العربية بحالنا وما عند مريضنا باس. بعد توليه يعني السلطان محمد بن عبد الرحمن، وبعد سنوات من التردد قبل الخطة بلا ما يعيق، وقع على القرار السلطاني بزراعة القطن يوم 29 يوليوز 1862، وهو يوم كبير عند الإنجليز، ويجيبوا الآليات الخاصة بتنظيف القطن عبر موانئ الجديدة وآسفة والرباط. زعما أراضي القيش سهل زعير بالرباط وسهل الكالب الجديدة وسهل عبدة بآسفة. ومن هنا بدأت زراعة القطن بهذه المناطق كمنتوج تسويقي ماشي معاش. والغريب أنشأ التاجر البريطاني ريدمان سنة 1865 مزارع القطن بضواحي جديدة بالتعاون مع فلاحين مغاربة. عمليا تعتبر سنوات 1862 63 64 65 أزهى سنوات القطن بالمغرب، وارتفع حجم التصدير ديالو نحو الخارج، وبذلك تخلط لك السياسة بالتجارة وترونت القضية. بداو الإنجليز جايين غادين، وبدات معها السفارة البريطانية كتعطي الأوراق ديال المحميين وتزايد أعداد المحميين المغاربة، بل قبائل ديال المغاربة كلها ولات محميين من طرف بريطانيا. ما دير خير ما يطرباش. هذا الشيء جعل السلطان محمد بن عبد الرحمن يحتج عليهم شويه، طلع عليه الدم، وهو صدر قرار سلطاني بمنع تصدير القطن عبر الموانئ المغربيه سنه 1865. ولكن
هذا القرار هذا ديال منع زراعة القطن يمكن نقراوه بأكثر من تحليل وأكثر من قراية، لأنه يحمل الكثير في الطيات دياله. هذا القرار كانت له نتائج على كسر سوق القطن وعلى تراجع المساحة دياله بالمغرب، ولكنه استمرت الزراعة دياله. بعد فشل الخطة ديال القطن في المغرب، بريطانيا غادي تنازل على حقوقها في المغرب بموجب المؤتمر الجزيرة الخضراء لفرنسا، وفتحت الباب لمصراعيه لاستعمار المغرب سنة 1912 من طرف فرنسا. المهم أن بزاف ديال المحاصيل الزراعية دخلت مع المستعمر، منها العنب لصناعة الخمر والقطن والتوت وقصب السكر، بزاف ديال الحوايج، وهي صناعات تسويقية ماشي معاشية، توجه في غالب الأحيان الأسواق العالمية. المهم في نظر الكثيرين، في نظر بزاف ديال المؤرخين، أن الخطة فشلات، ولكن راها نجحات من واحد جهة، حيث من بعد غادي يظهروا لنا في الفلاحة المغربية فلاحة كبار، وهما اللي غادي يعني عندهم علاقة بالاستعمار، وغادي هما اللي صنعت يعني من الأعيان ديال الاستعمار، وهما اللي غادي يدافعوا على زراعة القطن في المغرب وعلى هذه المنتوجات التسويقية. حتى لهنا كملت حكايتنا، حتى الحلقة الجاية كان معكم عبد الله، وإلى لقاء متجدد بحول الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.